Alors, salam alaikum. Kanatadru ala rotan de bqa. Bon. Je pense que ça fait à d'une tel. Déjà, ne se kaini. Alors, salam alaikum, Ramadan Karim. Taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Si vous voulez, je peux te mettre ta sauce. Vous voulez voir si sauce musulmane mizyan ou la la? Afakum, vous voulez voir si sauce mizyan? D'accord. Bon, je suis Moujane, talibe de la Thalitha dans le Wattani de Tijara et Sir Stad. Talibe sabiqa fi l'aqsam tahriri shu'ba l'iqtisad. Aujourd'hui, inchallah, je vais vous présenter le sujet de je vais vous présenter l'aqsam tahririya li shu'ab li kaynin, la kifash kiyitm l'intiqa' w l'imtihanat li kidouzou. Bon, inchallah, je vais vous présenter les filières qui sont dans les classes préparatoires. Bon, déjà, les classes préparatoires, les deux hommes qui ont fait un diplôme ou la chihage, les classes préparatoires qui préparent les deux ans. كتقدر انك تدوز واحد لو كونكور اللي من داك الكونكور كتقدر تانتغري لي زيكول سوبيريور. الوغ بالنسبه للشعاب اللي كاينين في لي كلاس بريباراتوار كاينين جوج ديال الشعاب او لا جوج ديال المجالات، كاينين اقسام التحضيريه العلميه وكاينين اقسام التحضيريه شعبات الاقتصاد. بالنسبه للاقسام التحضيريه العلميه فيها ثلاثه ديال الشعاب، كاينه شعبات الرياضيات او لا ان تي اس اي وكاين PCSE وكاين TSE. بالنسبه ل NTSE، بالنسبه للبورسونتاج اللي كتهز هاد الشعبه، كتهز 90% من الناس ديال سيونس مات وكتهز 10% من الناس ديال الفيزيك. اما بالنسبه للشعبه ديال الفيزياء PCSE فهي كتهز 40% من الناس ديال كتهز 40% من الناس ديال سيونس مات و 40% من الناس ديال بي سي و 20% من الناس ديال اس في تي. ايوفا بالنسبه للتي اس اي هي كتهز 70% من الناس ديال العلوم والتكنولوجيا الكهربائيه و 30% من الناس ديال العلوم والتكنولوجيا الميكانيكيه. دابا غادي ندوزو للشعبه ديال الاقتصاد، وهاد الشعبه فيها جوج ديال لي فيليا، كاينه لو سي تي او لا ايكونومي كوميرس اوبسيون تكنيك، وكاينه لو سي اس او لا اكونومي اي كوميرس لوبسيون سيونتيفيك. بالنسبه لا ديفيرونس ما بين هاد الجوج ديال الشعاب، لو سي تي هي كتهز الناس اللي هما كانوا ديجا دايرين ليكونومي من الباك ولا من في الليسي ليكونومي في الليسي، ولو سي اس هي بالنسبه للناس اللي هما علميين. الوغ بالنسبه للبورسونتاج اللي كيهزو هاد لي فيليا، كاينه لو سي تي كيهزو 75% بليتو من الناس اللي دايرين سيونس ايكونومي، و 25% من الناس اللي دايرين علوم التدبير المحاسباتي. اما بالنسبه للاس اس عاوديه وهي كيهزو 50% من الناس ديال سيونس مات و 50% من الناس ديال العلوم التجريبيه. دابا غندوزو ان شاء الله غندوزو لكيفاش كيتم الانتقاء. دابور بدا بالنسبه للانسكريبسيون راه كدار اونلي، جو سي با دابا بونس كو باقي حتى لاسكريبسيون مكدار حتى لمي، كتسجلو في داك لو سيت ديال لي سي تي جي او، و كتانبريميو ديك الورقة و كتديوها لادمينستراسيون اللي كتكلف تصيفطها لي كلاس. بون بالنسبة دابا غندوزو للنقطة ديال الانتقاء. النقطة ديال الانتقاء ف كي كلاسيكم انطلاقا من واحد المعدل اللي هو كيحسبوه لكم، كيحسبوه لكم بربعه ديال النقاط. بون هذا المعدل هو ان 1
زائد ان ام ان 2 اسمحوا لي اللي هو هذا المعدل كيساوي ان ا زائد ان 2 ناقص 10 زائد 170 مضروبه في ان 3 على 20 زائد 10 مضروبه في ان 4 على 25. دابا شنو هما هاد ان ا ان 2 ان 3 ان 4؟ بون ان ا هي واحد النقطه عندها ريلاسيون مع التكرار، عندها ريلاسيون مع التكرار. الوغ باغ اكزومبل اذا كنتي معاود الباك كتكون عندك زيرو، و الا كنتي معاود السيزيام كتكون عندك 5 على 10، و الا ما كنتيش كاع معاود العام كتكون عندك 10 على 10 ديالك. بون بالنسبه لان 2، ان 2 هي كتحسب بلا موايان جينيرال ديال السيزيام و ديال الباك. بون ان 2 هي المعدل العام ديال السيزيام زائد المعدل زائد جوج مضروبه في المعدل العام ديال الباك لو تو سور 3. بون هادشي بالنسبه لان 2. اما بالنسبه لان 3 فهي كتحسب انطلاقا من نقاط ديال الامتحان ديال بعض المواد، فهي كتختلف من شعبه لشعبه. انا نعطيكم ليكزامبل ديال الان بي اس اي. فمثلا الان بي اس اي المواد اللي النقاط ديال المواد المواد اللي كيتحسبوا هما المات الفيزيك العربية الفرنسية و الانجلي. باغ اكزومبل انا نعطيكم لي كوفيسيون ديال هاد لي كوفيسيون ديال كل مادة. بالنسبة للمات كاين المعامل ديال المات هو 4، بالنسبة للفيزيك المعامل ديالو هو 3، بالنسبة للعربية المعامل ديالها هي 0.5، الفرنسي المعامل ديالها هي 1، و الانجلي المعامل ديالها هي 0.5. بون هكا و باش غنحسبو هاد الان ا كنديرو 4 مضروبه في لانوت لي جبنا في الوطني ديال المات زائد 3 في لانوت لي جبنا في الفيزيك زائد 0.5 في لانوت لي جبنا في العربيه من الجهوي زائد النقطه ديال الفرنسي زائد 0.5 مضروبه في النقطه ديال الانجلي و لو تو سور 9. هادشي بالنسبه للنقطه ديال الان 3. وبالنسبه للان 4 هي واحد النقطه اللي كيعطيها لكم اللي كيعطيوها لكم الاساتذه في مجلس القسم. الو سي بون هادشي اللي كاين بالنسبه للانتقاء. من بعد راه كيخرجوا لي ليست، كتخرج لي ليست برينسيبال اللي كتخرج ليست برينسيبال، من بعد كيخرجوا من موراها لي ليست داتون. كاين جو بونس كاين شي ثلاثه ديال لي ليست ديال لي ليست داتون. جو بونس سا فات شي اللي كاين بالنسبه للانتقاء. دابا غادي ندوزو للامتحانات اللي كاينين بالنسبه ما في الاخر ديال هاد لي دو زون. بون بالنسبه لي كلاس بريباراتوار سيونتيفيك كاين في الاخر ديال دوك لي دو زون كيدوزو سي ان سي. و هاد سي ان سي كيعطيهم لاكسي لمجموعة ديال لي زيكول. كاينين بزاف ديال لي زيكول، باغ اكزومبل كاينة لي مي، كاينة لي افي، كاينة لي زي، كاينة لي ان سي تي، كاينين بزاف مهم ديال المدارس، كاينة لانسام، لانسيا، لانسياس، بون كاينين بزاف. و كاينين لي كونكور فرونسي، لي كونكور فرونسي جو بونس كاينين شي 5 ولا. بون انا غادي نذكر لكم غير واحد جوج. باغ اكزومبل كاين الاكس اللي هو الكونكور داكسي ا ليكول بوليتكنيك، وكاين لينس اللي هو الكونكور داكسي او ليكول نورمال سوبيريور. بالنسبه لهاد ما ماشي هاد لي كونكور هما اكري، من بعد كيكون لوغال. لوغال هو عباره عن واحد اولا ما يسمى ب تي بي او، وهو عباره على واحد البروجي اللي كيدار زعما كديروه انطلاقا من واحد لا تيماتيك كتكون تعطات لكم من جو بونس من الاخر ديال البروميير اني، وصافي كتخدم على هاد لا تيماتيك، كديروا عليها دي ريشيرش دي اكسبيريونس اي تو، وفي الاخر كتبريزونتيو هاد تي بي او، كتبريزونتيه بلوتو قدام واحد اللجنه.
صافي جو بونس هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكونكور ديال لي كلاس بريباراتوار سيونتيفيك. بالنسبه لي كلاس بريباراتوار بوغ زيكول ايكونوميك كاين حتى هما عندهم ثلاثه ديال لي كونكور. كاين الكنايم هو اللي كيعطيك كيخليك انتغري غير لو ان سي جي، وكاين الكونكور ديال لي سكاي، وكاين كاينين لي كونكور فرونسي. بالنسبه لي كونكور فرونسي كاينين جوج ديال لي كونكور، كاين لي كريكو و البي سي او. وبالنسبه للتكرار في الدوزيام اني، راه زعما الى دوزتو في الدوزيام اني عندكم الحق تعاودوا العام. باغ كونطخ البروميير اني الى زعما الى ما نجحتوش راه كتطردوا صافي. و غير واحد المعلومه بالنسبه الباساج من بروميير اني لدوزيام اني، راه ماشي بالضروره زعما يكون عندك المعدل، راه يكفي غير لي بروف يشوفوك انك خدام زعما كدير لي في جهدك، و زعما يشوفوك بلي راه انت واحد لا بيرسون لي سيريوز، راه كيعطيوك داك لو باساج من بروميير اني لدوزيام اني. دابا هادشي بالنسبه للامتحانات اللي كيكونوا في الاخر. دابا غادي ندوزو للحياه وسط الاقسام التحضيريه كيفاش كتكون. بون اون فوا كتانتيغراو لي كلاس بريباراتوار، بيان سور كيتبدل الجو عليكم، كتلقاو كتبداو تقراو مواد جداد، طريقه القرايه كتولي جديده. فباغ اكزومبل في الليسي كتكون كيكون الاستاذ هو اللي كيعطيك كلشي، كيكون الاستاذ هو اللي كيعطيك كلشي صافي. انت في اون فوا كتجي للدار كتولي غير تخدم لي زيكزارسيس و صافي، كطري شويه الكور انت فاهم. باغ كونطخ في بريبا لا البروف كيعطيك غير 30%، وكتبقى انت 70% ديالك ديال خصك تبقى دير دي ريشيرش، تمشي المهم تعمقو مزيان في الكور. شنو اخر اللي كيتبدل هو العدد ديال السوايع، كتوليو تقراو بزاف ديال السوايع. تقريبا كتوليو تقراو 12 جوج تقريبا السيمانه كلها. وكتوليو كيوليو يكون عندكم ليكول. شنو هما ليكول؟ ليكول هما بحال قلتو واحد بحال قلتو امتحانات شفويه اللي كدوزوهم كل سيمانه. ف كل سيمانه كيكونوا عندكم من جوج حتى لثلاثه ديال ليكول في كل ماتيير. كتدخلوا مثلا عندك البروف كيعطيكم دي المهم غير واحد الاكزرسيس اللي كيعطيكم صغيور. شنو هو الهدف من ليكول؟ هو البروف كيبغي يشوف واش انت شاد معاه الكول ولا لا، واش فاهم الكول مزيان. وحتى انت مثلا الا كان عندك شي كان عندك شي مشكل في شي بارتي من الكور او لا شي حاجه، فراه كتقولها للبروف و تما كيبقى يشرح لك داكشي اللي ما فهمتيش. بون الكول زعما دوك ليكول ابار انهم زعما فروض شفويه، راهم كيكونوا زعما هما عباره عن فرصه اللي كتمكنك انك تعاود تفهم مزيان الكور ديالك. جو بونس صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للاخر الوسط العيش، فراك كتوليو كتولي الاخر كتسكنوا في اون انترنا، لحقاش لي كلاس بريباراتوار هي سيستم انترن. الوغ كيخصكم انكم توليو تاقلموا مع داك الجو اللي كاين تما. بون باغ اكزومبل الناس اللي مولفين كيخدموا في ديورهم في الكالم، كيخدموا بوحدهم ايتو، راه من بعد في البريبا راه ما كيبقاش داك الشيء. راه بون ممكن تكون في بيتك ساد على راسك كتخدم، اي كتسمع الصداع برا، الناس في الكلوار كيهضروا ايتو. بون خصك تاقلم مع داك الجو، خصك تولف انك تخدم تخدم زعما رغم كل الظروف اللي كاينين. شنو اخر اللي شنو حاجه اللي باقي ما درناش عليها. وحاجه اخرى بالنسبه لذاك الصداع اللي كنت اللي بدا باش فيا، زعما راه هو ابار انه زعما شي حاجه اللي هي ممكن ديرونجيك، هي او ميم طون شي حاجه اللي هي مزيانه. فباغ اكزومبل بون كيما هو معروف راه السيستم ديال لي كلاس بريباراتوار شويه قاصح. بون مع الوقت كيولي تولد عندك ستريس، العيا، لا فاتيك، مي زعما لو فيت ديال انك ساكن في لي كلاس بريباراتوار كيخليك تسمح لي لو فيت ديال انكم ساكنين في انترنا مع الناس اللي كيقراو معاكم ايتو، كيخلي داك ستريس زعما كيقلال.
دو طون زون طون كتوليو كتمشيو تجيو غير شي بلاصه وتبقاو تضحكوا وتلعبوا. يعني ما كاينش اللي ما غير القرايه، الناس كيقراو مي مره مره كيكون لي زاكتيفيتي ما بين التلاميذ كيولي كيضحكوا بيناتهم اي تو. شنو اخر اللي باقي ما هضرتش عليه؟ حاجه اخرى بالنسبه بالنسبه للمنافسه في كلاس بريباراتوار، هي راه كتكون يعني كتكون واحد المنافسه اللي هي كبيره بزاف، كيكونوا كاع الناس يعني ما كيكونوش شي وحدين اللي هما اليوم كيتفلاو وكذا، كيكون كلشي باغي يقرا، كلشي كيخدم، كلشي كيدمر. والحاجه المزيانه في هادشي هي باغ اكزومبل الا كنتي ما فاهمش شي حاجه كتمشي غير عند اي واحد في لي زامي ديالك، كتمشي كتسولو عافاك انا ما فهمتش هاد لابارتي اولا، الا كان فاهمها راه ما غاديش يردك، راه كي يعني كيجاوبك بيرسونيلمون زعما من هاد من ليكسبيريونس ديالي. ما عمري مشيت سول شي واحد على شي حاجه وكان فاهمها و اي ما جاوبنيش. بون جو بونس كو صافي هادشي اللي كاين. الا عندكم دي كيسيون بوزي لي في لي كومونتير، انا غادي نجاوبكم عليهم. لي زامي اللي عندكم شي كيسيون عفاكم كتبوها في لي كومونتير. هي واحد لا كيسيون مزيانه، قالت لك ايمان كومون اورغانيزي بيان سون طون. الوغ الحاجه اللي غادي تعاونكم في كلاس بريبارات زعما باش انكم تنظموا وقتكم هي اسيو ديتر اجور. الحاجه اللي قريتوها اليوم في الليل غير واحد لابتيت ريفيزيون، عاودوا قراو الكورس شنو هو، خدموا شويه ديال ليزيكزارسيس، والحاجه المهمه فين شاو ليكو لحقاش في الاخر ديال دوزيام اني ما غاديش يبقى لكم الوقت باش انكم تبقاو ترجعوا تبقاو تقراو لي كور من الاول، تقراو الدفاتر اي تو. الوغ دو بريفيرونس انكم ديروا لي فيش كل درس باش ان شاء الله في الاخر ملي كتكونوا كتبريباراو الكونكور. بون لا بريباراسيون ديالكم غتكون سهله ان شاء الله. وواحد الكونسي اخر في الاخر ديال البروميير اني، ستادير زعما ديك العطله ما بين البروميير اني والدوزيام اني، اسنيو تراجعوا لي كور ديال البروميير اني باش انكم تهناو منهم فاش في الدوزيام اني. ان شاء الله غادي يبقى لكم غير لي كور ديال الدوزيام اني و صافي. كومون غادي لا موتيفاسيون؟ بون كيما قلت راه لو فيت ديال انكم عايشين في الانترنت راه كتوليو تموتيفيو بعضياتكم. راه شي مره كنكون انا مثلا كيكون المورال طايح ليا، لي زامي ديالي عاودو هما كيعاونوني يعني كيحاولوا انهم يخرجوني من ديك الحاله اللي انا فيها. وعاود مثلا الا كانت شي امي ديالي عاوتاني هو عاود دي موتيفي، راه كلنا كنوضو ونعاونو يتو باش انه عاود باش انه تولي لا موتيف زعما نولدو فيه لا موتيفاسيون عاود من جديد. اي بون سي تو. بون فاطمة زهرة قالت لي كيفاش عاملين لي كور اللي كيقراو صحاب البي سي اس اي؟ صراحة جاني اوكين ايدي. اللي عارفة بلي راهم كيتعمقو بزاف في الفيزيك وشوية في الماط، مي الا كنتي انتريسي تقدري تصيفطي لي ميساج بريفي، انا غادي نسول لك وان شاء الله غادي نجاوبك. Je pense que ça fait ça là, l'autre. Bon,
النصيحة اللي نقدر نعطيها لصحاب الباك هي يعني هي ما تخلعوش من الباك، ما تعطوش اكثر من قيمته. بداو الخدمة صافي، هي بداو الخدمة دابني، صرا ما بقى والو، راه هي وقت الخدمة، واللي كيشوف راسو راه تعطل او لا راه اللي راه فاتو الوقت، ابدا من دابا، راه باقي لكم شهر، راه غادي ديروا فيها بزاف ديال الحوايج. اي صافي، الله يوفقكم، وان شاء الله المرة يكون على خير. قراو مزيان وديروا خدموا الاخر، خدموا النماذج ديال الامتحانات ديال الاعوام اللي فاتوا، و اسعيو في الخدمه ديالكم تكونوا انتيليجون، ستادير ما تخدموش، يعني ما تحاولوش تحفظوا التمارين، حاولوا تفهموا البرانسيب ديال لي زيكزارسيس، باش حتى الا تحطيتو في داك الموقف ديال انهم يتبدلوا زعما يتبدل المنهجيه ديال كيفاش كيتحل في الامتحان، ما تبلوكاش وسط الامتحان، غتكونوا عارف فاهمين البرانسيب وفاهمين كيفاش كتخدموا لي زيكزارسيس، وان شاء الله ما يكون على خير. فكما قلت لكم ما تعطيوش الباك اكثر من قيمته، هو غير امتحان ودايز، و الله يوفقكم. و سي فو زافي دوطخ كيسيون، شي حاجه ما هضرتش عليها او شي حاجه ما فهمتوهاش، تقدروا تسيفطوا لي ميساج في بريفي، وان شاء الله غادي نجاوبكم. بون صافي، غادي نوقفوا هنايا، والسلام عليكم.